السلام عليكم، معكم كمال بودادي من جمعية تجار بيران زهران القريعة. حنا منتظرين ديال هذا المشروع. هذا المشروع كندير شي صاحب جلالة سنة 2000 سميتو مشروع إعادة هيكلة سوق القريعة. دار تكلفات به صناداك، دار الشطر الأول، وفي إطار التتمة ديال المشروع جات عندنا حنا في هاد البقعة، قالت كتعطوني محلاتكم وغندير معاكم 18 شهر غنبني وغنردكم لمحلاتكم. دارت معنا 5000 درهم ديال التمليك، حنا كانوا عندنا محلاتنا. هادشي في 2004، دابا حنا في 2022، يعني 18 عام باقي ما كاين والو. والادهى من ذلك ان صناداك جوج مرات دارت ابيل دو مانيفيستاسيون باغا تبيع المشروع. المره الثالثه دخل المشروع للمزاد العلني، واحد الشركه سميتها عزبان دارت الحجز التنفيذي على المشروع. وهادشي كامل اخبار صناداك. دابا حاليا صناداك كتسعى لواحد واش نعرف حيله ولا باغا تاكلنا. انا كنقول صناداك باغا تاكلنا في محلات. صناداك بغات تقسم التيترات. دابا كاين المشروع الاول والشطر الاول والثاني عنده تيتر واحد هاد البقعه. هي بغات تخرج على الشياع، غدير الشطر الاول بتيتر وهذا غدير تيتر اخر. هاد التيتر غديرو باش غتبيع لينا المشروع. هادشي كتسعى ليه صناداك. يعني صناداك ماشي النية تاعها ان تبنيو تعطينا محلاتنا حنا. حنا كون عرفنا غتبنيو تعطينا محلاتنا غنوقفو معاه في هادشي، ولكن صناداك النية تاعها ما باغاش تبني، ما باغاش تعطينا محلات. جماعة أول مرة كنريحو معاهم، ومنهم هاد الرئيس حاليا ريحنا معاه. أش قال لي الكلمة الأولى، قال لي واش نتوما عندكم وراقيكم ولا داوين خاوين؟ قلت لي عندنا وراقينا. ملي وريت وراقي قال لي حنا ما عندنا ما نديرو لكم. قلت لي لا، راه الكونطرا اللي مسينيه الجماعة مع الشركة ومحطوطة في المحافظة كتقول ان صناداك الا ما بناش خاصها تسترجع الارض ديالها وتبني هي، يعني بالامكانيات ديالها الخاصه. حاليا الجماعه هاز الزيت ديالها. علاش هاز الزيت ديالها؟ الجماعه قالت صناداك غترد ليا سوق القريعه وسوق العيون، في المقابل غيضحيو بينا حنا وغيخليو لها البقعه، يعني وغتشعى معاها باش تقسم التيترات. هادشي كتعالي الجماعه. الجماعه كون بغات توقف راه عندنا واحد البند حتى وريتك الكونترا، يعني انه الا وقع شي مشكل وما تفاهموش كيجيو الوزير الداخليه وكيجي هو كيتدخل وكيحل المشكل. هما ما بغاوش يفعلوا هذا البند، مع انه دايرينه باتفاقيه ومسيني عليه بجوجهم. المحال كاين بزاف، حنا بعدا كاين شي 60 محل، لكن المحلات راه باقي المحل هنا. كاين محلات لداخل وعندهم هما بروميير دوزيام وتروازيام، راه عندهم فين يستغلوا. ولكن المشكل دابا صناداك فين واحله؟ حيت دابا الواجهه ديالنا حنا اللي كانوا عندنا محلاتنا ما بغيناش نتنازلوا عليهم. هما صناداك في الاول اش داروا لنا؟ قالنا غتحاولوا لاكاف هنا اللي هو في الاصل كان باركينغ، داروه هما محلات وباعوه. يعني هذه الخروقات بدات فيها الجماعه من الاول، ماشي من دابا، من الاول وعارفه اش كدير. كيف ما كتشوفوا اخويا البقعه هذه 18 عام هما كيتفلوا علينا. كل مره كيعطيونا وعود كاذبه كنحملوا مسؤوليه للشركه صناداك للجماعه والعمل اللي كيعطيونا وعود كاذبه كيكذبوا علينا كل نهار كل سيمانه. فيما كيجي شي عامل واللي جديد كيقول باقي ما درستش الملف ديالكم انا غندرسو، جيو عندنا السيمانه الجايه كيتفلوا علينا. يعني كنقول لك يعني الناس كيتفلوا علينا كاملين. يعني المشروع ديال شنو سيدنا، يعني الناس خاصهم عطاو 18 شهر باش يتنزل المشروع. المشروع دابا وصل 18 عام، ها هو المشروع كيف كيبان لكم؟ والو، باقي الناس متضررين. حنا 48 محل كنا متضررين والناس كيتفلوا علينا، لا جماعه لا عمل لا. حنا ما بقينا كنديروا الثقه في حتى شي واحد، حتى شي واحد ما كنديروا في الثقه من غير سيدنا. اما شي اخر ما كنعقلوش عليه، ما عندناش فيهم الثقه، كيتفلوا علينا. واش من عامل سعد العامل ديال صاحب الجلاله كيتفلى عليك في البيرو ديالك في المكتب ديالك كيتفلى عليك كيقول لك ان شاء الله ملي يكون خير والمشروع ديالكم غيتبنى؟ هذا عامل صاحب الجلاله وكيتفلى علينا كيكذب علينا. حنا معنا الناس حنا لحد الان باش يجيو معنا، حنا باش يجيو هنايا غير لهذا التصريح اللي معنا هنايا ما جاوش، ما عندوش فلوس باش يركبوا، ما عندوش باش يركبوا، وجاو ناس وحدين اخرين بداو كيتفلوا علينا. احنا غنوري لكم غدا اليوم غدا اليوم غدا، علاش الكذوب هذا؟ اما بغاو يحجزوا لنا على الارضيه، شركه ديال الاصبار حجزت مشينا للمحكمه دعينا حيدنا الحجز، ومن بعد كنمشيو للعماله كنمشيو للجماعه اللي كيدخلوا عندك كنقول غندرس الملف. اش ندير غندرس؟
اش من ميلف درس راسك 18 عام وحنا كنموتو هنا راه الوالد ديالي والوالد ديالي مات هاد السيد با مات السيد با مات يا شكون غيبقاو الارض غتبقى خاوي بحالك حنا الموتو حنا كان عندنا ما حياه اخويا في هذا المشروع هذا المشروع هو تهجر ولا زباله اخويا حنا راه كنا من الاوائل ديال هاد الناس حاولونا من بلاصه لبلاصه كيتفلوا علينا هاد الناس مده ديال 18 عام دابا وحنا بغينا كنطالبوا من السلطات ولا من الناس المسؤولين بانه يعوضونا بالمحال ديالنا او يعطونا محال فين نبنيو ونترزقوا على الله حنا تشردنا خويا مده ديال 18 عام وحنا كنتسناو هذا العام عينا بالوعد كذبه حنا خويا راه بغينا نطالبوا شي جهه مسؤوله توقف معنا الله يرحمك الوالدين الناس اللي وقفوا معنا لان حنا ضرينا بزاف وكل الاباء ديالنا ضروا والناس راه كاين اللي نسى الناس ماتوا كاينين الناس كانوا معنا مده 18 عام كاين اللي مات كاين اللي وقعوا هادو يا سامي كاع ما جاوا اليوم كاع الناس كيحتاجوا بين وباغي المحلات الناس كيحتاجوا بين وباغي المحلات ديالهم والله يرحم الوالدين بغينا الناس يوقفوا معنا الله يجزيكم بخير وراه بغينا المحلات ديالنا والناس راه محتاجه بزاف الناس راه تشردت وباغي المحلات ديالها